يقول السائل: إن أخي يعمل بتركيب الدش، فهل آخذ فيه زكاة ماله أو صدقة أو مساعدة منه أو هدية؟ أفيدونا أكرمكم الله. إذا كان عمله كله من محصول عمل الدش هذا حرام، لا تأخذ منه، يغنيك الله عنه. أما إن كان عنده محصول آخر غير تركيب الدشوش، عنده محصول من الحلال، فلا بأس إنك تأخذ منه الهدية وتأكل من طعامه. أما إذا كان ما عنده محصول إلا ما يناله من تركيب الدشوش فهذا حرام، لا تأكل منه ولا تقبل منه هدية حتى يتوب إلى الله عز وجل.